ولا كلمة حلوة يا لبيك. اهلا فيكي هدى، يعطيكي الف عافيه، كل سنه وانت طيبه وانت بالف خير يا رب. يا هلا، اهلا وسهلا فيكي، اتفضلي استريحي. نورتينا يا هدى، كل سنه طيبه. انت اللي دايما منور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كل سنه وانت طيب. نورتينا النهارده في راس السنه. ان شاء الله سنه سعيده عليك يا رب. بتقولي له ايه؟ خد بالك انا لما ايه بقلب مفيش هزار. خلي بالك انا طبعي نار. اه، اما بقلب هو بس الكلام كده ولا بالفعل؟ بقول لك ايه، دي ماشيه مع اطول رجاله. يعني ملائم للبرنامج الجديد اطول رجاله. ازيك يا هدى؟ الحمد لله. كيف كانت السنه عليكي؟ والله الحمد لله، شويه كده وشويه كده. 2018 شو بتعطي عنوان عريض؟ والله ان شاء الله تكون سنه خير يا رب. لا مش اللي جايه، اللي مريت علينا. والله جميل، طالما احنا في صحه وستر مش باين. حاسه الهم واكلها. والله جميل يعني. لا احنا عندنا دقائق برضو بالسنه الجديده يعني. اكيد طالما الحمد لله عدت على خير واحنا في صحه وستر وفي وسط اهلنا تمام الحمد لله، ده الاهم. اهم من اي حاجه يا رب دايما. أسوأ شيء مريتي فيه واجمل شيء مريتي فيه هالسنه، افتكري بقى معايا. عم بعمل نفس الاختبار العملية. ده اسئله صعبه اوحى. لا دي اللي انا بنقل عن عمر. اسوأ شيء في 2018. انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا بنسى الوحش بسرعه. والله كويس، فممكن والله انت متسامحه يعني. يعني فعلا يعني ممكن حد يزعلك في 2018 تقولي له ايه دلوقتي؟ لا هو انا ممكن حد يزعلني ما
ما بفتكرش يعني. لا يعني ممكن تقولي بطوي صفحة سنة بطوي صفحة مع الزعل والغضب والخلافات مع أي حد؟ بقول ربنا يسامح أي حد، والدنيا مش مستاهلة يعني. الدنيا مش مستاهلة زعل خالص من أي حد مهما كان هو مين، مش مستاهلة فعلا. والناس بتعاملك بنفس الشكل اللي انت بتفكري فيه؟ والله بصي يعني انا ماليش دعوه باللي بيعاملني، انا بعمل باللي جوايا. ايه يعني اذا الناس مش بتعاملك بنفس الطريقه؟ ما بتعاملش مع حد يعني. انا فيها طبع اللي بحس ان هو شبهي ودغري في الحياه وبحب بجد. بتلاقينا ربنا بيبقى مسهل الحياه بيننا كده دايما. طب هدى، على المستوى المهني والفني انت من الاصوات الشعبيه اللي قدرت تثبت نفسها على الساحه الفنيه والغنائيه، قد ايه هيدي السنه كانت جميله كويسه وقدرت تقدمي المزيد والمزيد من الاعمال، ولا شعرت انه كان في بعض العقبات ما قدرت تقدمي اللي كنت على بالك تقدمي؟ والله لا، الحمد لله لحد ما 2018 كانت جميله، والحياه دايما جميله معايا بفضل ربنا طبعا ومجهودنا الشخصي. وساعات بيعدي عليكي اوقات كتير مش دايما بتعملي نفسك فيها. غنائيا شو اللي كان على بالك تعمليه وما عملتيه؟ كان قبل 2018 ما تخلص كان نفسي اصور اغنيه جديده. أغنية جديدة صورتيها؟ لا ما صورتهاش. إن شاء الله بس هنبدأ بيها في 2019. وليه أغاني المهرجانات أثرت على الأغنية الشعبية؟ لا يعني أصبح اللي بيغنوا مهرجانات الشغل عليهم أكتر من اللي بيغنوا شعبي؟ لا لسه الأغنية الشعبية موجودة يعني عند الناس؟ يعني الأغنية الشعبية عمرها ما هتموت يعني، لأن الغنى الشعبي ده يعني بالبلدي كده مسمار يعني، مش سهل ان هو يطلع او ينكسر او في اي حاجه تهزه يعني. بعدين اغنيه المهرجانات يعني ده رتم فرح الناس يعني، ما تقالش عليها اغنيه قد ما بيتقال عليه ان هو رتم فيه بهجه وفيه فرحه للناس. مين اكتر مطرب شعبي بتحس ان هو استاذك، هو المدرسه اللي علمتي منها؟ طبعا النجم العظيم احمد عدوية. احمد عدوية طبعا. انا عايز اقول لك هي عامله ميلودي. لا سمعيني. يلا سمعينا. يلا بينا. نحن بأجواء السهرة بدنا نسمع. يلا بينا. طبعا في نجوم كتير شعبيين بس طبعا على رأسهم الفنان العظيم أحمد عدوية. طبعا يلا بينا. بنعيد عليه نقول كل سنة وهو طيب. طبعا تفضل. على طول لما تشوفه قوله
مليتيني اتمليتيني يا اختي عليك رمش عينو يقول له ايه يا هدى لما نشوفه يقول له قوي 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 فين الزحمه يا دنيا زحمه فين يا هدى الزحمه يا دنيا زحمه زحمه يا دنيا زحمه يلا زحمه وتاهو الحبايب زحمه والعطش رحمه مولد وصاحبه غايب زحمه يا دنيا زحمه ما قلتي ليه لما تشوفه قول له يقول له ايه يا اختي ده انا عندي كلام كتير قوي لا 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 قولي بقى بصي بصي يعني هو قايل كده مش هقول اي حاجه دكتور عمرو هون ما فينا نتكلم لا اشوفك بعدين نتكلم ما بلاش دكتور عمرو بقى غلبانه طيبه اول السنه سيبيها سيبيها تعيش سيبيها تعيش هدى ايه اللي اتعلمتي من الافراح والله اتعلمت من الافراح حاجات كتير اتعلمت من الشغل عموما يعني في الاعتماد على نفسي بقيت مجراه اكتر بتقربني من الناس بتخليني افهم يعني لحد ما الناس شويه يعني انت كنت شخصيه خجوله بالبدايات بس على المسرح لا ليه تخصصتي قوي في الاغنيه الشعبيه ما فكرتيش مثلا تغني رومانسي عاطفي طربي والله بصي انا زمان كنت بغني في الافراح والحفلات كنت بغني كل الناس سميره ولطيفه اول فرح حياتي كان فين ايه اول فرح عملتيه كان فين اول فرح في حياتي عملته كان في بنها بنها اول ما بدات بنها كنت تبع ال عارف انت زمان المدارس كانوا بيعملوا حفلات على مستوى الجمهوريه ومش عارف ايه كان الحفله الكبيره في بنها فحد شافني هناك فقال لي انت بتغني في افراح قلت له يعني ايه ف يعني دربني ونزل لي شغل اها ومن بدا من هنا المشوار من كم سنه تقريبا لا نحكي انت من 2000 ولا انت اول البوم بال 2000 صح اول البوم لك كان بال 2000 مش متذكره السنه بالظبط بس بتهيالي في الحدود دي يعني خبره صار لا باس فيها طيب هدى ليه بتغني لهذا اللون اللي انت بتقدميه بتنحصر باطار معين يعني بتبطل الناس قدره مش تتقبلها او تصدقها بالرومانسي مثل ما كان عم بيقول دكتور عمر بالرومانسي او بقالب اخطر وكانك صرتي ضمن معلبه باللون الشعبي زمان كانوا طالبين المطربه الشركة المنتجة كانوا طالبين مطربة تغني شعبي زي حكيم كان ده طلبهم وانا اوريدي كنت بغني لكل الناس لكن كان الغنى المفضل ليا في الافراح العدوية والحكيم وناس كتير يعني وعباسط حمودة اغاني كتير شعبية كنت بغنيها في وسط الاغاني وكنت بلاقي اوريدي نفسي فيها اكتر فلما طلبوا حد يغني شعبي فانا فرحت بس بس عايز اقول لك يا رغد ان هي برضه ليها علاقه بمساحه الصوت أيه. يعني الشعبي في الموال مثلا يعني محتاج صوت قوي الحقيقه الشعبي صح صح طب خلينا نثبت للي بيقول انه لا ما تقدرش نقول لهم انه بتقدر امسكي الميكروفون من مكانك انت وقاعده نسمع لعبد الحليم لعبد الحليم نسمع يلا بينا يلا وفي مكانك انت نقول ايه نقول ايه رايك توبة سواح انا سواح انا بحب سواح عبد الحليم كان رائع وكله غير
طبعا مرتبين فاجئتينا. انا لا بحب المفاجأة. بتحب مفاجأة ايه؟ يسلم هالصوت يا هدى. بس عايز اقول لك سواح عبد الحليم لما غناها كانت اقرب للشعبي. هي اغنيه شعبيه. يعني هي كانت اغنيه شعبيه يعني. وعبد الحليم كان بيحب اللون الشعبي. صح، هو اصلا للشعب ومن الشعب ومنشان هيك عنده كان هالقاعده الجماهيريه اللي كتير كبيره. ومحمد رشدي كمان الحقيقه. طبعا. الحقيقه برضو كان استاذ بقى الله يرحمه الشعبي كله. طبعا. هدى ضمن مخططاتك اول ما انطلقت قلتوا ادوني كم سنه وحتشوفوني بقى في التوب، ولا لسه بعد كم سنه؟ والله بصي يعني مهما الواحد عمل بيحس ان هو برضه لسه مع يعني في اول بدايته. يعني انا بحس ان انا لسه يعني ما عملتش حاجه، دايما بحس ان انا لسه ما عملتش حاجه، ما عملتش كل اللي نفسي فيه. كانت توقعاتك افضل واكبر؟ لا الحمد لله انا راضيه عن كل حاجه انا بعملها الحمد لله. وبعدين برضو اي مطرب بيبقى محتاج كماليات في شغله. فدي في شويه في انتاج بتبقى ناقصاني، لان انا يعني بفضل ربنا انا لوحدي في الشغل، انا اللي بعمل كل حاجه انا واخويا. اخويا مدير اعمال هو بيعمل لي كل حاجه. فبرضه بتبقى صعب ان انت بتنتجي وبتصرفي وبتعملي كل حاجه لنفسك، دي بتبقى صعبه على المطرب. وبعدين لما بتعملي حاجه وربنا بيكرمك فيها بيبقى صعب التفكير في هتعملي ايه بعد كده. هو ده الاصعب. لا انت حاولتي مع شركه انتاج وقلت المحاولات؟ اكيد طبعا اكيد يعني. وحصل بتعاقد بس بنختلف بكل ود، ما بلاقيش نفسي او ما بلاقيش الشغل اللي انا كنت ببقى بتمناه او بحلم بيه. واللي ايه بقى الاغنيه اللي كانت وش السعد عليكي اللي هي تقدر تقولي هي دي البدايه الحقيقيه لهدى؟ طبعا بين نارين. بين نارين. طب ما يلا نسمع بين نارين. وش السعد يلا بقى. اه يا ناري انا بين نارين يا حبيبي سدني واروح له فين. Yeah.
صابونه 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 يلا كله سقف فين. ايوه ايوه يا عموره ايوه رقوبه ايه السقف اهو هو ده تبقى روح 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 يلا بصي عامله ايه في الاستوديو؟ لا احنا مع بعض بقى. شفتي بقى الناس مبسوطه يعني بجد ليله راس السنه جميله. انا مبسوطه والله العظيم. انت يعني ما شاء الله عليك وجودك النهارده الحقيقه خلى الزميله العزيزه الاستاذه راغده شلهوب ترجع بالذاكره لورا وتفتكر ايام ما كانت هي كمان بتغني. فهي طلبت مني دلوقتي انها هتغني حاجه لفيروز على الفرقه بتاعتك. بجد يا ريت. فمن فضل الفرقه تعزف اي حاجه لفيروز عشان استاذه راغده عم بيورطني عم بيورطني. هيدي هي احنا مش اتفقنا بس بشرط راح غني. ايوه بس انا وياك. انا ما عنديش مانع. يلا وانا ما عنديش بقى. انا ما عنديش بس بدنا المايكات. المايك هناخد مايك واحد اهوت. هتغني انا لحبيبي وحبيبي الي. يا اللي انتوا عايزينه اللي حافظينه الفيروز. احنا معانا واحده يعني عايز اقول لكم ما تصدقوا ما تصدقوا الخبريه اللي انتوا عاوزينه. هندندن انا وعمرو زي ما كنا مندندن تحت الهواء. قولي وهم هيخشوا معاكي. ايه رايك شو ما نغني؟ صوت القطه هايله. كنت عزيبه. انا بنهزر وبنتسلى. انا عايز اقول لكم بقى ان انا عرفت ان احنا هنختم الفقره دي ازاي انتوا الاثنين مع بعض. يا ريت. بس خلينا قبل ما نختم. لا نختم احنا لسه. انا بس بقول يعني الفكره جت دلوقتي. نختم مع بعض. هدى كنا عم نحكي عن الاغاني والرومانسي وهذه الاجواء. هي نوع من الاغنيات اللي بتقدميها هي بحاجه لفكره تنطلق من فكره معينه. يعني موضوع معين. ساعات ممكن يجي على بالك مثلا عايزه تغني فكره معينه عايزه تعملي ريتم معين عايزه توزعي اغنيه بطريقه معينه. بتيجي الفكره كده. والموضوع ما بيتكرني ما بيصير فيه تكرار بمثل هالنوع او هالنمط من الاغاني. يعني صعب عليكم تجددوا بتحسي فيه
ايه اللي بمعين نمط معين؟ بصي انا انا عن نفسي بالنسبه لنا بقعد اسمع كتير قوي، يعني بيجي لي شغل كتير مع اني بارده في الحفظ. والله بارده جدا جدا في الحفظ، وده بجد كنا بوقف على المسرح بقول لهم بنقعد نهزر يعني ساعدوني. بيجي لي اغاني بسمع كتير قوي قوي، بس الاغنيه اللي بحسها خلاص هي دي، فبنبتدي نفكر هنوزعها ازاي، هنوديها لمين، ممكن نغير في حاجات، ممكن لحن يجي لي ما نشقلبه يعني، عارف نغير التيمه اللحنيه خالص بتاعته. بس ف عايزين نسمع موال بقى. موال ايه رايك؟ ماشي نسمع موال. نسمع موال. ما بتزعلك ابدا، انا زي ما انتوا عايزين، هي سنه فله ابدا، واضح كده من بدايتها. يلا بينا. بص موال الصبر بقى. حاضر. Yeah.
كمان ما نقول شكر كتير كبير للفرقة الموجودة معك هدى. بنحييكم يا جماعة كل سنة طيبين يعني، نورتونا والله وشرفتونا والله. لا وهال هالانسجام بالرقص وعاملين تمرينات قبل؟ لا ده حب كده بينهم من بعض. ده حب بقى ده 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 الكيمستري. انا عايزة اقول لك على حاجة، انا عمري ما عملت معاهم بروفا. لا والله ارتجال زي ما لا هم بيعملوا بروفات دايما من غيري. بتفكر تضيفي اشياء جديده على الوصلات الغنائيه اللي بتقدميها؟ لا انت بتفكري بشيء بتقولي مثلا ناقص شيء عاوزه اعمل كده؟ اه طبعا بيطلعوا عيني طبعا. اي واحده؟ اي عين؟ اي عين؟ اي عين؟ لا هنشوف اي عين اللي بتطلع. خليها في سيري، خليها في سيري. هدى ليه قلتي باحدى اللقاءات لك قلتي انه الاغنيه الهابطه ضربت سوق الكاسات، شو قصدتي فيها؟ والله موضوع اغنيه هابطه ضربت، ما اي حاجه يعني تافهه او ملهاش اي معنى بتبصي تلاقيها ان هي كسرت الدنيا. بس ايه بعد كده؟ مثل شو؟ شو بتقصي؟ مثل اي نوع من الاغاني يعني؟ والله في اغاني كتير انا مش متذكره يعني يعني اسامي بعينها، بس في اغاني كتير لا كلام ولا لحن ولا اي حاجه بس بتكسر الدنيا. ليه بتكسر الدنيا؟ عشان تافهه. باي معنى تافهه يعني؟ لا كلام ولا لحن ولا شيء؟ والله هو بصي هقول لك يعني ذوق الجمهور انحدر بتقصدي فيها؟ ايه؟ الذوق العام يعني انحدر؟ لا في ممكن اغنيه بيبقى مثلا فيها كلمه جريئه قوي فتلاقيها علمت يعني كسرت الدنيا مع الناس. سمعت اغنيه كذا او سمعت اللحن كذا يعني بس مش اكتر يعني، لكن ايه بعد كده؟ فالنجاح اللي هو كده ده في اغنيه سمعتيها مثلا لواحده زميلتك عجبتك قلتي ياه كان نفسي اغنيها؟ كان في اغنيه هي المفوكت بتاعتي بس ما حصلش نصيب ان انا اخدها زمان بتاع طارق الشيخ، غناها طارق الشيخ اسمها مستحيل ابدا. حتى زمان كنت بغنيها في اللايف ومعروفة ان هي بتاعتي بس ماليش. لا انا مش بتكلم عن حاجه بتاعتك وراحت لغيرك، حاجه انت كتير سمعتيها كتير مثلا كتير، حاجه بتاعتي وراحت غنتها بوسي غنتها كتير، حكيم غناها كتير في كتير كتير، بس انا مش هينفع اقول بقى اسامي بس كتير. لا قصده انه اغنيه لغيرك وانت كنت عبالك انت تحب تغنيها. انت كنت انا احب اغنيها. في اغاني كتير يا عمرو. زي ايه؟ حكيم مثلا تحب كنت تغني له ايه الاغنيه؟ لا حكيم ده كل اغاني. طب نسمع حاجه لحكيم بقى. نقول هقول لك اول اغنيه قلتها لما رحت عشان يعني يلا تحنوني بقى وشوف هنفع ولا مش هنفع. نقول هدخل وانتوا معايا بقى ولا من غير فرقه؟ اللي انت عاوزه. في ايه يعني يا اللي بياني لو تطوعني ودوتني حيرتني سهرتني خليتني وياك يا يا اللي بياني لو تطوعني هدوتني
هدى؟ مين اللي ملوعك يا هدى؟ مين اللي ملوعك؟ عايزه ايه رغده؟ لا عم بسألك مين اللي ملوعك من قلبك عم تغني اكثر اغنيه بصدق فيها احساس غنيتيها الليلي؟ عشان كان نفسي اغنيها بس. مين اللي ملوعك وعم بيعذب فيك وبتقلب على جمر النار؟ ايه يا دكتور؟ انا قلت لك من الاول خلي بالك. لا كده انا هحاول عليك يا دكتور. لا انت بس انا طيب المره دي عشان عارف. يا دكتور بس دايما الشعبي والموال في برضو الشعبي فيه شجن. هل ممكن يكون وريد تجربه تروح تقولي للملحن انا عايزه كلمات عندي كلمات حلوه بتعبر عن مشكله عندي انسانيه؟ هل في اغنيه غنيتيها بتعبر عنك انت شخصيا؟ حلو السؤال ده. يعني يمشي كده؟ لا انت يعني انت قلت هو يعني هو بطريقه ثانيه يعني انت خلاص. طيب يا دكتور طيب صلحتها. انت كده طيب قوي صراحه. والله في اغنيه كل سنه ليا جرح، دي اول اغنيه دراما صورتها. اخويا لما جه قال لي احنا عايزين نصور اغنيه دراما بقى، فقلت له ما فيش غير كل سنه، وانا اوريدي كنت عاملاها و يعني مركونه بقالها شويه يعني. فقال لي طب اسمعي يعني تاني، قلت له لا هي الاغنيه دي بتاعتي بكلامها بلحنها باحساسها بالجروح اللي فيها وكل اللي فيها هي بتاعتي. الجروح اللي فيها. شفتي خدت الاجابه اهو. ولا اخدتش لو سبتني كده. لو سبتني شويه. انقذك والله العظيم، بس قلت معلش حرام نودع سنه ونستأنس. انا سايبه الرغد ما يعني. والله اي بس فصورت الاغنيه والحمد لله، وخصوصا كمان الاغنيه تحس الاغنيه فيها شجن جامد جدا، لان الاغنيه اول ما سمعتها لمسه من ورده من لحن كذا حاجه من ورده، يعني تحس ان هي واخده من اغنيه اشتروني الله وكل يوم قاعدين في بيتنا اسمعوا. فلمستني صراحه اللحن بتاعها والكلام حلو قوي. هدى شو اللي بيخلي الفنانه بهيدا الصوت تغني احلى؟ حب، فرح الحب ولا وجع الحب؟ وين الاحساس بيقوى اكتر؟ ولا على حسب المود بقى، موجوعه بتغني بالم، فرحانه شو اللي بيعطي احساس اكتر؟ لا يعني ما تكوني مبسوطه اكيد بيدي احساس احلى. بتغني من كل قلبك. طبعا. وانا بغني من قلبي. القلب وعمايله. ايه سمعنا؟ ايه هتسمعيني؟ ايه زي ما انت عايز. ايه تاني من اغانيكي بتعتبريها البيست اوف بتاعك؟ افضل حاجه عندك الايه؟ الحاجات اللي بتعتبريها يعني ايقون، حاجات الايقونه بقى الجميله. نقول ما تسال. طيب يلا. ما تسال يا عم عليا، دي كان دويتو انا وعبد الباسط حموده. يلا. يلا بينا.
متسألش عليا وانت يا ولد يا ولد يا هدى يسلم هالصوت. دلوقتي بقول لك ايه؟ ايه؟ انت ما جوعتيش؟ انا والله جوعت. انت ما جوعتيش؟ عمر ميت جوع. اوعوا تكونوا هتفاجئونا وتاكلونا يعني. يعني مش هناكل اي حاجه. هتاكلونا؟ انا راح اطبخ. ايه؟ في اكل النهارده؟ ده سنة بيضة. اتفضلوا بقى معي على المطبخ. لا وكمان هيبقى معانا كمان مع الطباخه البريمو راغده شلهوب. الطباخه البريمو بجد بقى. ريهام الديدي بس نطلع لفاصل عشان ننتقل للمطبخ. اتفضلوا معنا يا جماعه يلا فاصل. ايه